سلام، نتمنى انكم تكونوا بخير. لكم جاتكم اليوم فيديو جديده كيف ما وعدتكم الفيديو السابق بانه هذا الفيديو غادي يكون عباره على بعض الحشوات للبطبوط. اليوم غادي نقدم لكم جوج ديال الحشوات، كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، وغادي نخليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للحشوه الاولى غادي نحتاجوا ليها فطر او لا شامبينيون، انا عندي هنايا طري، تقدروا تستعملوا حتى المعلب. عندنا الطون، علبه ديال الطون، عندنا الزيت، هنايا خديت واحد المعلقه كبيره حتى جوج معالق ديال الزيت ديال الطون. عندنا الابزار، عندنا الملح حسب الذوق طبيعه الحال، وعندنا الشعريه الصينيه اللي ما مصورتهاش في الاول. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ مقيله غنديروا فيها الزيت، الزيت نتاع الطون، غادي نديروا فيها نزيدوا معاها الفطر او لا شامبينيون، غنديروا شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، غادي نديرهم فوق من البوطه، غادي نزيدو ليهم واحد شويه ديال الثوم. من بعد ما طابينا داك الفطر غادي نحيدوه فوق من البوطه وغادي نزيدو ليها الطون. غادي ناخدو الشعريه الصينيه وغادي نديرو لها الماء سخون، فاش كتطرى غادي نقطعوها قطع صغيرة بالمقص اولا بالموس كيف ما بغيتو. دابا غناخدو ديك الحشوة من بعد ما طابت، وغادي نضيفو ليها واحد الكمية ديال الشعرية الصينية. غندوزو دابا للحشوه الثانيه، غادي نحتاجو ليها بصله كبيره مقطعه مربعات صغار، واحد الطريس تاع الثومه، الشعريه الصينيه، قطع ديال الدجاج اولا لاداند اللي متواجد عندكم في الدار، ممكن تستعملو حتى الكفته، ملح حسب الذوق، القرفه، الابزار، خرقوم، شويه ديال سكينجبير، وزويته. غادي ناخذ مقيله غنديروا فيها الزويته، غادي نزيدوا الثوم والبصله، غنديرهم فوق من البوطه كيتشحروا حتى كتاخذ ديك البصله كتدبل وكتاخذ واحد اللوين ذهبي. من بعد غادي نضيفوا القطع ديال الدجاج،
غادي نبداو كنضيفو ديال التوابل، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، سكينجبير، وشويه ديال القرفه. غادي نخلطوا الكل وغادي نخليوها هكا طيب. غادي نزيدوا واحد شويه ديال الماء باش التوابل ديالنا ما تحرقش وباش طيب لينا داك الدجاج. من بعد ما طابت كنخلي فيها واحد شويه ديال الماء وكنضيف لها الشريه الصينيه وكنخليوها حتى كتشرب كلشي. اخير انا ضفت هنايا واحد شويه ديال الزيتون خضر مقطع، تقدروا تستغناو عليه اولا ديروه كيف ما بغيتوا على حسب الذوق ديال كل واحد. هذا هو الشكل النهائي ديال التبيطات اللي عمرناهم اليوم بجوج ديال الحشوات مختلفه وسهلين. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وانكم تجربوهم. ما تنساوش الكتب باقيين جداد، تبقوا تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.